بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الطلبة الكرام، في هذه الحصة بحول الله نقدم محاضرة الرابعة التي تكون تتمة لما تم إنجازه في الصف. في هذه الظروف نستغل هذه اللحظات لكي نستمر عطاء وتواصلا وتفاهما فيما بيننا، عسى الله تعالى أن يبلغنا المراد. كما تلاحظون أن هذه المحاضرة معنونة بعنوان نظام القواعد وفق معطيات نموذج 1957 في النحو التوليدي التحويلي، أي في اللسانيات التوليدية، وهو تتم لما تمت الإشارة إليه سلفا أننا قمنا بعملية الإشارة إلى هذه المدرسة تعريفا، ثم عرجنا بعد ذلك على الأسس النظرية التي قامت عليها هذه المدرسة، ثم ذكرنا الجهاز المفهومي الذي تأسس عليه هذا النموذج. وبالتالي الآن عندما نتطرق إلى نظام القواعد فهو تتمة في الأصل للجهاز المفهومي. لماذا؟ لأننا سنرى مصطلحات جديدة في هذا الجانب تحتاج كذلك إلى وقفة تفسيرية وتحليلية، فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور إن شاء الله تعالى. طيب، كما تلاحظون أن تشومسكي لما قدم نموذجه التفسيري للغة قدمه بديلا على ما كانت قد وصلت إليه التوزيعية وما وصلت إليه اللسانيات الوصفية بصفة عامة التي كانت قبله، فعمل على أن يعطينا نظاما لهذه القواعد تشتغل بطريقة مخصوصة. نحاول الآن أن نعرض هذه القواعد في صورتها العامة ثم نعرج عليها بالتفصيل. طيب، هذا النظام يقوم على أساس ما يسمى بنموذج 57. إذن قواعد نموذج 1957 يأخذ هذه الصورة، أنه يتأسس على وجود مكونين من القواعد. المكون الأول يسمى بالمكون التركيبي، والمكون الثاني وهو المكون الصواتي. طيب، بالنسبة للمكون التركيبي يتفرع بدوره إلى مكونين فرعيين. لدينا إذن المكون الأساس والمكون التحويلي. بالنسبة للمكون الأساس هو منظومة قواعد كذلك يتفرع بدوره إلى مكونين فرعيين. لدينا إذن قواعد إعادة الكتابة، وتدخل ضمنها ما يسمى بالقواعد التفريعية، قواعد التفريعية، ثم لدينا ما يسمى بالتمثيل المعجمي. وسميناه بالتمثيل المعجمي لأنه في الأصل ليس قواعد بمفهوم القواعد، وإنما هو عملية تمثيل لمقولات نحوية بمقولات معجمية. طيب، بالنسبة لهذه المنظومة، أي منظومة قواعد إعادة الكتابة وقواعد التفريعية، هي التي تدخل ضمن ما يسمى بالقواعد التوليدية، القواعد التوليدية. طيب، بالنسبة للمكون التحويلي هو عبارة عن مكون يقوم على أساس الاشتقاق، فهو إذن مكون اشتقاقي، وهو إذن عبارة عن عمليات ذهنية واعية بحقيقة الوجود الذهني للجملة. هذا المكون سنرى كيف يشتغل بعدما نتطرق لهذه العناصر. نعود الآن إذن المكون الأساس الذي يتفرع إلى قواعد إعادة الكتابة ثم إلى تمثيل معجمي يحتاج منا إلى وقفة تعريفية. ما المقصود بقواعد إعادة الكتابة؟
قواعد إعادة الكتابة هي عبارة عن منظومة قواعد تفريعية تقوم بإعادة كتابة رمز برموز تشكله في الأساس. طيب هكذا إذن نعرف هذه الأشياء. إذن عندنا قواعد إعادة الكتابة، وكما تلاحظون بأن المعركة في النحو التوليدي التحويلي معركة مصطلحية، لا بد أن تضبط هذه المصطلحات حتى يتمكن الإنسان من معرفة كيفية تشغيلها وكيفية الاشتغال بها على الجملة. إذن قواعد إعادة الكتابة هي قواعد تقوم بإعادة كتابة رمز برمز أو برموز مباشرة مكونة له، وسنرى هذه الأشياء. أي أن قواعد إعادة الكتابة تقوم على أساس إعادة كتابة رمز برمز آخر أو برموز أخرى ولكن لها علاقة مباشرة به. مثلا نقول مثلا عندنا الجملة في الأصل تتشكل لدينا إذن من فعل، مثلا في حالة الجملة المتعدية فعل وفاعل ومفعول به. طيب نقوم بعملية الترميز لهذه المكونات، فنقول الجملة إذن نرمز لها بجيم، والفعل نرمز له بالفعل، والفاعل باسم، ثم مفعول به باسم أي بسين. طيب هذه إذن عبارة عن رموز. هذه الرموز الآن سنقوم بعملية إعادة كتابة الجملة وفق هذه الأمور. فنقول إذن جيم نعيد كتابتها بمركب فعلي، باعتبار أن الفعل قد يكون عبارة عن مركب. لماذا؟ لأنه قد يتشكل إما من مقولة الفعل وإما من مقولة الفعل ومقولة نحوية مساعدة، كأن يكون مثلا في حالة المضارع نقول يفعل، تصبح هذه الياء عبارة عن مورفيم نحوي لأنه يقلب دلالة زمن الفعل من الماضي إلى المضارع. قد نقول مثلا قد فاعل، فنأتي بقد كعنصر يحقق ما يسمى بالدلالة التحقيقية أو بالدلالة الإمكانية بحسب صيغة الفعل. فإذا يصبح إذا الفعل عبارة عن مركب فعلي، ثم بعد ذلك سيشتق. إذا عندنا كما قلنا إذا رمز جيم تعاد كتابته، هذا الذي هم تعاد كتابته مركب فعلي زائد مركب اسمي كذلك. لماذا؟ لأن سين الذي هو الفاعل قد يكون اسم عالم وقد يكون اسم نكرة، فيكون معرفا. آنذاك يصبح هذا الاسم مشكلا من عنصرين، من مورفيم نحوي ثم المورفيم المعجمي. عندما نقول الرجل، فالرجل إذن يتشكل من عنصرين، من مورفيمين في الأصل، فيصبح إذن عبارة عن مركب، ثم بعد ذلك مركب اسم ثاني. هنا يمكن للمركب الاسم الأول أن نقول أن نضع له رقم واحد والثاني اثنين، وإما أن نتركه هكذا بحسب طبيعة التحليلات التي تعتمد في هذا الأمر. إذن الذي يهم أن هذه الصيغة تمثل قاعدة لإعادة الكتابة. هذه قاعدة كيف أننا أعدنا كتابة جيم وفق العناصر المشكلة لها، أي برموز التي تدخل في تشكيلها، وهذه الرموز هي الرموز المباشرة. لماذا؟ لأن كل رمز يمكن أن يحلل إلى رموز مباشرة أخرى له إلى أن نصل إلى ما يسمى بالحد الأدنى على مستوى التمثيل، حيث لا يمكن أن نحلل رمز إلى رمز آخر. طيب بالنسبة لمفهوم القواعد التفريعية، هذا مصطلح توليدي كذلك. القواعد التفريعية هي ما يسمى بالتفريع المقولي، هي نفسها العملية أننا نقوم بعملية تفريع مقولة بمقولة، نفس هذه المقولة. ولذلك إذا نضم قلنا المقول الأساس قواعد إعادة الكتابة أو قواعد تفريع المقولي. إذا أردنا الزيادة في التدقيق في هذا الأمر، قد نربط التفريع المقولي بما يسمى بالتمثيل المعجمي. عندما نأخذ مثلا فعل كرمز، فنقول تعاد كتابته ضرب أو أكل أو خرج إلى غير ذلك. عندما نأخذ مثلا سين، نقول تعاد كتابته مثلا بزيد، مثلا رجل،
بحسب ما نرى. إذن هنا ماذا فعلنا؟ قمنا بعملية تفريع مقولة الفعل إلى المقولات المعجمية الممثلة له، فتصبح إذن قواعد إعادة الكتابة والقواعد التفريعية هي بنفس الصيغة أو بنفس الاشتغال في النحو التوليدي التحويلي بنفس التعريف تقريبا في هذا الصدد. طيب نمر الآن إلى ما يسمى بالتمثيل المعجمي. التمثيل المعجمي هو هذه العملية التي قمنا فيها بعملية إعادة صياغة الرمز فبكلمة معجمية، إعادة صياغة رمز سين الذي هو اسم بكلمة معجمية. قد تكون مثلا نقول تعريف فتعاد كتابته بال، قد نقول مثلا عنصر صاد تعاد كتابته مثلا ب لفظة جميل أي بصفة. طيب قد نقول مثلا مساعد فتعاد صياغته مثلا بهذه الصيغة. ماذا نلاحظ الآن في هذه المكونات؟ هذه إذن مقولة معجمية وهذه مقولة معجمية وهذه مقولة معجمية، لكن ال هي عبارة عن مقولة نحوية. قد نفس الشيء، علاش؟ لماذا؟ لأنها عبارة عن عناصر مساعدة، عناصر مساعدة في الأصل وليست لها دلالة قائمة في ذاتها، وإنما تحتاج إلى أن تلتصق بعنصر آخر أو أن تنضم إليه لتشكيل دلالة بشكل عام. طيب الآن بالنسبة للمكون التحويلي، المكون التحويلي هو عبارة عن منظومة قواعد، كذلك في التعريف هو عبارة عن منظومة قواعد. هذه القواعد تقوم بعملية اشتقاق شيء من شيء. نمثل لهذا الأمر بالشكل الآتي، فنقول القصد بالتحويل هو عملية ذهنية، عملية ذهنية واعية واعية تطبق على ما ناتج عن القواعد التوليدية، يعني القواعد التوليدية. القواعد التوليدية كما قلنا اشتغلت في هذا الجانب. إذن بمعنى آخر أن التحويل هو عملية ذهنية واعية تطبق على ما نتج عن القواعد، أي تطبق على البنية العميقة، وهذه الأمور سنرها فيما بعد كيف ذلك. طيب بمعنى آخر أن التحويل هو عملية اشتقاق، عملية اشتقاقية، لكن هذا الاشتقاق ليس اشتقاقا صرفيا كما نعرف، وإنما هو اشتقاق تركيبي، أي أننا نشق تركيب من تركيب أو مركب من مركب، أي اشتقاق جملة من جملة. طيب إذن هو عبارة عن عملية اشتقاقية تطبق على البنية العميقة بقصد الحصول على البنية السطحية. كذلك كتعريف آخر، التحويل أو القواعد التحويلية هي مجموع القواعد التي يكون دخلها البنية العميقة ويكون خارجها البنية السطحية، أي إنها العمليات التي تنقل، إذن العمليات التي تنقل الجملة من الوجود الذهني المجرد، يعني وجود الجملة في ذهن المتكلم، إلى صورة قابلة للتحقق الصوتي، أي أن تكون مجالا للنشاط التلفظي. طيب بهذا المعطى إذن نرى بأن التحويلات هي عبارة عن عمليات، وهذه العمليات لا تطبق إلا بعد أن نطبق عناصر المكون الأساس التي هي قواعد إعادة الكتابة ثم التمثيل المعجمي. هذا مستوى. المستوى الثاني من المكونات في قواعد نموذج 57 عندنا المكون الصوتي. المكون الصوتي هو عبارة عن
قواعد تأويلية، عبارة عن قواعد تأويلية تحقق التأويل الصوتي للجملة. بمعنى آخر، هي قواعد تجعل من البنية السطحية للجملة من البنية السطحية قابلة، تجعل منها قابلة للنشاط التلفظي. ما معنى ذلك؟ بمعنى آخر، أن الجملة في البنية العميقة تولد وهي تحتاج إلى ترميم صوتي حتى تصبح قادر، تصبح قابلة لكي تطبق أو لكي تصبح مجالا للتلفظ أو للنشاط التلفظي. آنذاك يتدخل المكون الصوتي في هذا الجانب. بقي لدينا مكون، ولكن هذا المكون وجوده بقي باهتا في نموذج 57، وهو ما يسمى بالتأويل الدلالي. والتأويل الدلالي يأتي بعد المكون الصوتي كما سنرى في العملية التراتبية التسلسلية لهذه القواعد بطريقة أخرى. لماذا تركناه ووضعناه بين قوسين؟ لأنه يعني مكون من المكونات الغير واضح المعالم، الغير واضح لكيفية الاشتغال. لماذا؟ لأننا نرى بأن نموذج 57 أبعد الدلالة وأبعد المكون الدلالي كرائز في تشكيل الجملة، واعتبره عنصرا مشوشا، وهذه من بين المؤاخذات التي أخذت على هذا النموذج، والتي جعلت يعني اقتراحات كل من كاتس وفضور وبوستال تدخل في هذا السياق من أجل إعادة ترميم هذا النموذج النحوي. طيب، الآن نعيد صياغة ما أشرنا إليه، أي هذا النظام من القواعد وفق الطريقة التسلسلية التي تظهر بها هذه القواعد بشكل منظم وبشكل متسلسل وفق مبدأ الأسبقية والأولوية. إذا لدينا الآن ما يسمى بالقواعد المركبية، أو ما يسمى بالمكون التركيبي. المكون التركيبي، هذا المكون التركيبي يتشكل من ماذا؟ يتشكل إذن من المكون الأساس. هذا المكون الأساس يتشكل بدور قواعد إعادة الكتابة. إذن قواعد إعادة الكتابة، قواعد التفريع المقولي، قواعد التفريع المقولي. هذه القواعد إذن تضاف إليها عناصر مرتبطة بالتمثيل المعجمي. التمثيل المعجمي، فتصبح هذه العناصر مشكلة لما يسمى بالمكون الأساس. هذا المكون الأساس. طيب، عندما نطبق هذه القواعد نحصل مباشرة على ما يسمى بالبنية العميقة للجملة، البنية العميقة للجملة. طيب، الآن شرحنا مفهوم المكون التركيبي، قواعد إعادة الكتابة، قواعد التفريع المقولي، التمثيل المعجمي، موقعها من المكون الأساس. بقي ما معنى البنية العميقة؟ البنية العميقة هي البنية المجردة للجملة، هي البنية المجردة للجملة، هي الوجود الذهني للجملة، هي وجود الجملة بالقوة في ذهن المتكلم. طيب، من خصائص هذه البنية العميقة كما هو مثبت في قواعد النحو التوليدي التحويلي، أن البنية العميقة هي عبارة عن بنية كونية. ما معنى كونها بنية كونية؟ هي أنها بنية مشتركة بين جميع اللغات، أي أن بنية الجملة بنية مشتركة، وهذا
هو الذي دفع تشومسكي إلى التفكير في وضع قواعد كونية، قواعد توليدية تحويلية تصلح لتفسير كيفية اشتغال ملكة اللسان عند الإنسان كيفما كانت لغته. فالبنية العميقة إذن بنية كونية. المعطى الآخر أنها بنية مثبتة. ما معنى كونها مثبتة؟ هو أن الجملة تولد في هذا المستوى في صورة مثبتة، أي لا تكون عبارة عن استفهام أو أمر أو نهي أو تمني أو شيء من هذا القبيل، وإنما تولد بشكل مثبت. تحتاج إذا أردنا أن ننقلها إلى حالة النفي أو النهي أو الاستفهام أو النداء أو شيء من هذا القبيل، تحتاج آنذاك إلى منظومة قواعد تطبق على هذه البنية. هي ماذا؟ هي قواعد المكون التحويلي، أي القواعد التحويلية. القواعد التحويلية التي ذكرنا. إذن البنية العميقة كما قلنا هي الوجود الذهني للجملة، هو الوجود المجرد للجملة، هو الوجود بالقوة للجملة في ذهن الإنسان. طيب بعدما نطبق القواعد التحويلية نحصل على ما يسمى بالبنية السطحية. والبنية السطحية إذن في تعريفها بهذا المنظور، البنية السطحية هي البنية المحققة للجملة، وهي نتاج تطبيق القواعد التحويلية على البنية العميقة. إنها البنية التي تكون دخلا لأي شيء، للتأويل الصواتي ثم للتأويل الدلالي، أي أنها صورة الجملة التي تكون قابلة لتطبيق هاتين المنظومتين من التأويلات، التأويل الصواتي والتأويل الدلالي. لذلك إذا الآن تتدخل هذه القواعد بهذا الشكل، إذن عندنا تأويل صواتي ثم تأويل دلالي. طيب إذن هذه هي المنظومة. الآن قلنا المكون الأساس ثم القواعد التحويلية هي هذه. إذن هنا المكون الأساس، هنا المكون التحويلي. إذن ماذا نقول؟ المكون التركيبي نظامه قواعد يتشكل من مكونين، من المكون الأساس ومن المكون التحويلي، وقد شرحنا هذه الأشياء بما فيه الكفاية. طيب الذي بقي الآن هو كيف تطبق هذه القواعد على الجملة. نحن نعرف كما أشرنا في الحصص السابقة أن تشومسكي نقل الدرس اللساني من مستوى الوصف اللساني إلى مستوى التفسير اللساني. فهو إذن ماذا يفعل؟ يسعى إلى تفسير كيفية اشتغال القواعد العقلية أو القواعد اللسانية للعقل اللغوي أو القواعد العقلية للملكة اللسانية عن طريق تطبيق هذه المنظومة من القواعد. طيب أثناء التمثيل للجمل لاحظ تشومسكي بأن هناك مقترحات سابقة في هذا المجال تقدم بعض الطرق للتمثيل وللنمذجة للجملة. فهناك ما سمي ب أقواس ويس، أو ما يسمى بنظام التقويس، وهو عبارة عن نظام تمثيلي للجملة يقوم على أساس أن نقوم بالتقويس للجملة أو لمكونات الجملة وفق مكوناتها. فإذا أخذنا مثلا جملة مثل مثلا يأكل الوالد التفاحة، هذه الجملة نطبق عليها نظام تقويس للكشف وتفسير المكونات المشكلة لها. تأخذ هذه الطريقة، نضعها بين قوسين، يأكل الوالد التفاحة، بعد ذلك نقوم بعملية عزل المكون الأول، وهو إذن لدينا طيب الياء التي تدل على المضارعة، ثم أكل
الولد التفاحة. فماذا وقع إذا الآن؟ زيد لدينا هذا القوس فنضع قوسين. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثالثة، لدينا إذن الياء الدالة على المضارعة، ثم عندنا أكل، الآن أصبح مكون لوحده فنعزله كذلك فيأخذ هذا الشكل. ثم بعد ذلك الولد التفاحة. طيب هكذا إذا نمر، بعد ذلك ننتقل إلى التعريف وهكذا إلى غير ذلك. ماذا لاحظ تشومسكي في أقواس ويلس؟ بأن عملية تمثيلية نمذجية لكنها فيها نوع من الصعوبة، خاصة إذا ما كانت الجملة طويلة أو متعددة المكونات، فتحتاج لذلك إذن نأى عنها وتخلى عن هذا النموذج، أخذ بنموذج آخر كان معمول به وهو ما يسمى بنظام الخانات، يسمى بخانات هوكيت. هوكيت هذا كان قد اقترح نموذج خانات لتحليل مثل هذه الجملة، فإذا أخذنا هذه الجملة نقوم بعملية التمثيل لها، والتمثيل يأخذ هذه الطريقة أننا نبدأ من الأسفل في اتجاه الأعلى على شكل الشكل الهرمي. فنأخذ الجملة الآن نقول يأكل الوالد التفاحة، هذه إذن عبارة عن جملة. طيب بعد ذلك نقوم بعملية عزل المكونات، فنقول إذا لدينا يأكل، عندنا الوالد التفاحة، بعد ذلك نقوم بعزل المكون المباشر الآخر، فنقول إذا عندنا الياء الدالة على المضارعة، ثم نقول أكل، ثم الوالد التفاحة. بعد ذلك ننتقل إلى مستوى آخر وهو إذن تمثيل لياء المضارعة ثم لفعل أكل ثم أنذاك، نأخذ إذن عندنا الولد نعزلها باعتبارها مكونا خاصا ثم التفاحة. نلاحظ إذن الآن ننتقل إلى مستوى آخر، فنأخذ إذن الياء ثم أكل، هنا إذن عندنا إذن هذا المعطى. نلاحظ الآن بأن الولد يتشكل، أو هذه الكلمة تشكل من عنصرين، من مورفيمين، هناك التعريف ثم هناك ولد ثم بعد ذلك التفاحة. ثم ننتقل إلى مستوى آخر عندما نمثل لهذه العناصر هكذا، إذن يا المضارعة أكلا ثم التعريف ثم ولد. الآن التفاحة يمكن كذلك أن نقوم بعملية تفريعها إلى عنصرين، هناك التعريف ثم هناك تفاحة. الآن إذا وصلنا إلى المستوى النهائي على مستوى التمثيل، ماذا بقي؟ بقي لنا الآن أن نسمي هذه العناصر في خانة هوكيت، فتأتي الخانة خانة التسمية، فنقول إذا الآن عندنا ياء المضارعة عبارة عن مساعد، عندنا أكل عبارة عن فعل، عندنا ال عبارة عن أداة تعريف أو حد، عندنا ولد عبارة عن اسم، ثم التعريف عبارة عن حد، ثم تفاحة عبارة عن اسم. إذن هذه الخانات الآن التي نلاحظ قامت بعملية التمثيل والنمذجة للجملة عن طريق عزل مكوناتها باعتبارها وحدة لسانية كبرى إلى الوحدات اللسانية الصغرى المشكلة لها. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، ونتمم ما نحن بصدده الآن.